أخواتي التي لم تلدهم أمي، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنقف قليلا مع ذكر الله. كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان لا يدخل الإبرة ويخرجها إلا ويقول أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى قال الله له: يا إدريس، أما تدري لماذا رفعتك مكانا عليا؟ لقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال: لا أدري يا رب. قال: يرتفع إلي من عملك كل يوم مثل نصف أعمال أهل الدنيا من كثرة الذكر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. جعلني الله وإياكم من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات. كلما أكثرت من الكلام كثرت أخطاؤك إلا ذكر الله، وكلما أكثرت منه مسحت أخطاؤك. ذكروا من حولكم بها، ليست القربات مجموعة أسماء فقط، وإنما قلوب تقودها قيم. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يقول ابن القيم: يأبى الله تعالى أن يدخل الناس الجنة فرادى، فكل صحبة يدخلون الجنة سويا. يا رب اجعلنا من الصحبة الصالحة التي ندخل الجنة سويا يا رب، ووالدينا ووالديهم وأحبابنا وأهالينا وجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.